طبعا هذا جزء بسيط من الدمار في حي جوبر، بعد قليل ان شاء الله سوف نذهب الى اماكن اخرى. حتى المراكز الطبيه لم تسلم من القصف. هذه سقطت منذ تقريبا 5 دقائق واصيب لدينا احد الاشخاص، احد الدماء لا زالت موجوده على الارض، يعني منذ تقريبا 5 دقائق سقطت هذه القذيفه وسقط العديد من الجرحى في حي جوبر. انظروا الى هذه المنازل، اصبحت كعلبه البسكويت جميعها على الارض. جميع الابنيه سقطت على الغرب في حي جوبر دمشق.